أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مجموعة من الطلاب في المدرسة يريدون أن يعملوا إفطارا لزميل لهم كان مريضا ثم شفاه الله من مرضه. يريدون يقول يريدون أحسن عليكم أن يجعلوا له إفطارا لأنه كان مريضا ثم شفاه الله من مرضه، ودعوني إلى المشاركة في الإفطار، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، من باب إدخال السرور عليه وشكر الله على شفائه، ما في بأس، احتفالا به وجبرا لخاطره وإدخالا للسرور عليه، لا بأس بذلك. نعم.